طلاب عيني، بالنسبة لتجربة مالتنا مع هذا اليوم اللي بعثته لكم، هي على مود الرسم البياني بدي اوضح لكم هو شلون ترسموه. طبعا بعثت لكم القراءات اني وطريقة العمل، ما راح تخلصون ان شاء الله القراءات، تكملوها كما موضحة امامكم. راح تبدأون ترسمون العلاقة البيانية بين معدل العد، معدل العد وليس كاونت واحد او كاونت اثنين، معدل العد على المحور واي كما موضح امامكم، كاونت افريج على المحور واي، وسمك رقائق الالمنيوم بالملي اغرام على السنتيمتر تربيع على المحور اكس اكسس. راح يظهر عندنا منحني بهذا الشكل، منحني بهذا الشكل. أبدأ أسحب المنحني، أوصل النقاط مالتي، أرجع أعمل بالمسطرة مماس من بداية المنحني، يعني ما أعوج المسطرة بهذا الشكل، خطأ، من بداية المنحني بهذا الشكل أسحب المماس بالمسطرة. بعد ذلك أنظر إلى نهاية المنحني، لي وين وصل؟ اخذ الباك جراوند، هاي النقطة الأخيرة، زين عيني، من هذه النقطة من الباك جراوند اسحب هذا الخط، ايضا الباك جراوند عتشوفوا مماس، مماس الباك جراوند هذا بهذا الشكل. نقطة التقاء المماس من بداية المنحني مع الباك جراوند راح يمثل الار بيتا، ار بيتا هذه، هاي المسافة من الصفر إلى نقطة التقاء المماس مع الباك جراوند، تمثل عندي الار بيتا بالملي غرام على سنتيمتر سكوير. راح تستفادون من الار بيتا وين؟ بالمعادلة العملي. احنا قلنا لازم نطلع الاي نوت طاقة عمليا ونظريا، زين عيني؟ العمليا راح تحتاجون الار بيتا اللي وضحت لكم هي قبل شويه، من تطلعوها تاخذون اللين مالتها تقسموها على 412، ترجعون تطلعون الطاقه بالميجا الكترون فولت. بعد ذلك تستخدمون المعادله النظريه، المعادله النظريه اللي هي موضحه امامكم، كتله الام تساوي كتلة النواة الوليدة زائد كتلة البيتا زائد الجسم المضاد النيوترينو. النيوترينو كتلته صفر، وكتلة الأم موجودة عندي، وكتلة الوليدة نواة الوليدة موجودة عندي، فقط أحتاج أنه أحول عامل، أضرب في عامل التحويل كما موضح أمامكم اللي هو سي سكوير، أحول أضرب و تطلع عندي المعادلة نظريا، وأقارن النتائج مالتي العملي مع النظري. واضح عيني طلاب؟ أي سؤال اسألوا.